وناسي انا كنت بكلمك عشان العربيات كنت بركبها. استاذ نجيب المستكاوي الله يرحمه، شخصيات المحترمه جدا جدا، استاذ نجيب المستكاوي كان بيقول بيسالوه انت سميت فاروق جعفر اناس ليه؟ قال لك عشان هو بيوزع الارزاق في الملعب. فكنت لكن أوناسيس ده كان حد غني جدا، اتجوز جاكلين كينيدي بعد كينيدي ما مات، كان رئيس امريكا. هو أوناسيس ده راجل يوناني كان اغنى واحد في العالم، فيمكن ده كان التصريح اللي قاله الاستاذ نجيب المستكاوي. فالناس بقت تقول لي أوناسيس نص الملعب، يعني انا كان في نص الملعب، كنت لعيب بلعب في نص الملعب. يعني انت عارف لما كل لعيب مهاري شويه، انا كنت لعيب مهاري، بعرف احط الباص ازاي، اعرف اصنع هدف. ويعني وانا عندي عقيده جامده جدا او عندي قناعه، لعيب نص الملعب ده هو المتحكم في اداء الفرقه. يعني اللعيب اللي عنده قدرات وعنده امكانيات، عنده افكار، عنده شخصية في الملعب، هو يسوق الفرقة. وفي فرق كتير قوي لعيب نص ملعب مش موجود بيأثر فيها، وفي فرق من لعيب نص الملعب كل لعيب أساسي ويغيب يأثر على الأداء بتاعها. فلعيب نص الملعب ده كيان، أنت ماسك، أنت رابط المدافع بالمهاجم، وأنت اللي بتحدد المدافع يشتغل إزاي، وأنت اللي بتحدد المهاجم يشتغل إزاي. فشخصية لعيب نص الملعب هي بتكون أقوى شخصية موجودة في الملعب.